احنا معانا على التليفون دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. مساء الخير دكتور، واهلا بحضرتك. مساء الخير على حضرتك يا فندم، وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها، والف على اهلنا في الاسكندرية لانجازات العظيمة اللي تمت النهارده، وعلى اهلنا في دكتور خالد عايزينك تكلمنا عن أبرز ما توقفت أمامه في حديث الرئيس السيسي عن ظاهرة البناء المخالف والتعدي على أراضي الدولة. يعني حضرتك، يعني ما فيش بعد الكلام اللي اتقال بأن التأكيد على الحزم والحث مع قلة الإمكانيات، لأن المتعدي على أراضي الدولة الزراعية أو غيرها في سبيل أن هو يعمل سكن لنفسه، فالسيد الرئيس لما يقول النهارده ويكلف دوله الرئيس مجلس الوزراء بان تكون هناك اراضي اخرى يتم تعويض هؤلاء الناس عنها، تكون سكن حضاري مخصص، اراضي مخصصه وتخطيط اراضي، يعني خدمات متكامله، يعني عاشه كامله، يعني في مكان للتعليم، يعني في مكان لتلقي الخدمه العلاجيه، يعني في مكان للتصفيف، يعني في مكان لكل الخدمات اللي هي بتعكس جودة الحياة بالنسبة للإنسان المصري. خليني كمان أقول لحضرتك، يعني ضوء الموجة 16 اللي بدأت من 8/7 الماضي لغاية امبارح 28/8، لو بصينا على إكمال الأراضي المتصرفة اللي هي حق الشعب المصري كله اللي البعض تعدى عليها، لو جينا بصينا هنلاقي ان تم ازاله 10844 حاله ازاله، بما يعادل تقريبا 2.7 مليون متر مربع تم استرداده. جاءت محافظه القاهره في المرتبه الاولى ب 414,684 متر مربع، يليها محافظه مطروح ب 385,419 متر، يليها محافظه الغربيه ودي محافظه حديثه، يعني من المحافظات اللي ما عندهاش امتداد عمراني، تم استرداد 69,422 متر مربع، يليها محافظه قنا باسترداد اراضي تعادل ب 246,282، يليها تاتي بقيه المحافظات. طب دي اراضي، لو جينا بصينا على الاراضي الزراعيه ملك الدوله المصريه اللي تم يعني استرداد حق الشعب المصري فيها، تم تنفيذ عدد 3885 حاله ازاله، وتم استرداد حوالي 209,414 متر فدان. جاءت محافظه المنيا في المقام الاول، تم استرداد 127,772 فدان، وجاءت بعدها محافظه مطروح باسترداد 62,243 فدان، تاتي بعد ذلك المحافظات الاخرى تباعا. ده على مدى من 28 من يوم 8/7 الماضي ل 28 الحالي. لو بصينا بقى كمان يا فندم على مخالفات البناء، احنا ماشيين مع بعض ومع حضراتكم في ارجاع هيبه الدوله المصريه على ارض الدوله المصريه من 25 مارس الماضي، لما ابتدينا في اتخاذ الاجراءات الوقائيه والاحترازيه، وقلنا وقتها انه لا تعدي على اراضي الدوله ولا بناء مخالف، ومن يقوم بهذا سوف يتم التعامل معه بكل الحزم والحشم وازاله المخالفات فوريا، وتحويل اصحاب المخالفه الى النيابه العسكريه المختصه. فلو بصينا مع بعض يا فندم على مخالفات البناء على الاراضي الزراعيه الخاصه خارج الحيز العمراني، احنا من وقتها حتى تاريخه ازلنا، حتى الاسبوع الماضي ازلنا 20,743 حالة تعدي، بما يعادل 66,269 فدان. لو جينا بصينا على الأراضي مخالفات البناء تمت داخل الحيز العمراني، يعني بناء بالمخالفة، فتم إزالة 9,898 حالة تعدي، بما يعادل تقريبا 1.9 مليون متر مربع. ضيفي بقى حضرتك الاحصائيه دي للاحصائيه اللي انا قلتها في خلال الموجه ال 16، هتلاقي ان بالفعل المجهودات اللي تمت على الارض من خلال المحافظات وقناع مسؤوليات المجتمع وانفاذ القانون كانت في منتهى الحزم والحث، ولكن التاكيد كل التاكيد على ان البعض اللي هو غير مسؤول
الاقامه في هذه المخالفات في هذه الفترات لا بد من التاكيد على عدم تكرار هذه المخالفات، لانه يعني تكرار المخالفه ده معناه التهام للارض الزراعيه اللي هي تعتبر وبيأثر برضو ازاي يا دكتور خالد؟ يعني فكرة المخالفة والتعدي على أراضي الدولة بيأثر ازاي على الخدمات كمان اللي بتتقدم للمواطنين؟ ده غير كمان ما تخلقه من تكدسات سكنية في نطاق ضيق جدا بالشكل ده يا فندم. يعني هتلاقي فيه أولا اكتظاظ وازدحام للسيارات، وبالتالي بتصبح حتى عواصم المحافظات. عشان كده أنا تعرضت للقاهرة في معرض كلامي وقلت برضو بعض نموذج لبعض المحافظات المغلقه زي الغربيه وغيرها من المحافظات اللي ما عندهاش استعدادات عمرانيه، ان الكثافه السكانيه العاليه دي على رقعه من الارض بسيطه بتخلق ضغط على البنيه التحتيه، بتخلق ضغط على مياه الشرب، بتخلق ضغط على الصرف، بتخلق ضغط على الطرق، بتخلق ضغط على الاناره، كل دي خدمات واجب علينا ان احنا نوفرها لاهلنا في المحافظات المصريه. كمان القرى وتوابع هذه القرى في هذه المحافظات المصريه 27 بتطلب ان يكون لديها ميه شرب جيده، خدمات صرف صحي، طرق محليه جيده، كل ده فندم بيفرض عبء اكبر لانها تعتبر امتدادات عشوائيه غير مخططه. اكيد لما تيجي الدوله توقف هذه العشوائيات وتبني مدن مخططه حضريه تعكس تنسيق حضاري زي ما شاف الرئيس اكد النهارده في كل افتتاحاته على ان دي بتخلق حياه متكامله، مش سكن بس، لكن سكن بالاضافه الى كل الخدمات اللي حضرتك تفضلت تمام وذكرتها مع حضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث الرسمي للوزاره، شكرا ليك.